ميغيل دياس كانيل الرئيس الكوبي ولد دياس كانيل عام 1960، أي بعد أكثر من عام على أداء فيدل كاسترو اليمين رئيساً لوزراء كوبا. بعد إنهائه دراسة الهندسة الكهربائية بدأ حياته السياسية في العشرينيات من عمره عضواً في اتحاد الشبيبة الشيوعية في سانتا كلارا. أثناء عمله في تدريس الهندسة في جامعة محلية شق طريقه في تولي مناصب قيادية في اتحاد الشبيبة الشيوعية ليصبح السكرتير الثاني للاتحاد وهو بعمر 33 عاما. على الرغم من عمل دياس كانيل في القيادات الرسمية الكوبية على المستوى المحلي، إلا أنه قضى 10 سنوات أخرى حتى عام 2003 ليصل إلى عضوية المكتب السياسي. كان دياس كانيل بعيداً عن الأضواء نسبياً عندما عين لأول مرة نائباً لرئيس مجلس الدولة في كوبا عام 2013، بيد أنه بات منذ ذلك التاريخ اليد اليمنى للرئيس راؤول كاسترو. في عام 2018 طرح اسمه مرشحاً وحيداً للرئاسة، حيث انتخب بنسبة تزيد عن 99%.